يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة لبحث عدد من مشاريع القوانين والقرارات. واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من أكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي. استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته العامة لبحث طلب مناقشة عامة. المجلس استعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سهى سعيد عبد المنعم وأكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة. انطلاقا من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل والذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، قد أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أمام واجبها الوطني تجاه الوطن، وأيضا مثلما حصلت على جميع حقوقها ويعني الحقيقة حريتها في ممارسة أعمالها المنوطة بها. ليه ما يتمش رقمنة الحالات نفسها؟ يعني النهاردة يبقى في كارت للحالة، كارت مثلا حالة مستحقة الدعم أو مستحقين الدعم، ده حتى بعد كده يخليني أشوف الحالات دي بصورة أوضح، وكمان هيتسق معايا مع القانون اللي هو قانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة هي اللي حتى بيمنع التمييز. وخلال الجلسة أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على أن أموال الجمعيات الأهلية ومصادر التمويل تخضع لرقابة اللجنة الوطنية مشكلة من كل الجهات الرقابية والأمنية. وبعد انتهاء المناقشات التي امتدت لأكثر من ساعتين، وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.